السلام عليكم احبابنا، مرحبا بكم في قناتكم موضوع كل حد سعيد. كنا شفنا لي كات فامي الاولين اللي هي حذاري ممنوع اجباري والمسموح. دوكا راح نروحو بلاكه واحده اخرى سي اوتخ شوز كامل اللي هي الكاري بلو. هذه كما راكم تشوفوا هنايا مكتوب فيها تاكسي. كيفاش نقراها؟ ارشاد محط الطاكسي ولا ارشاد تاكسي بكل اختصار. هنايا غابه سريعة الالتهاب، ارشاد غابة سريعة الالتهاب. دونك كي تروحوا ديروا بيكنيك ولا زعما سوا ديزون خرجتوا اون فامي، دونك هنايا لازم ما ترميش دخان كيما نقولوا حنايا ولا زجاج باش ما تشعلش. نحول هنا ارشاد دودانا كيما نقولوا حنا، ممهل كبير ارشاد دودانا. هذه السرعة المنصح بها 70 ولا نقولوا ارشاد 70. دونك هنايا ماشي ممنوع، ماشي اجباري، ماشي حذاري، هو قالك مشي 70، انت تحب تمشي 80 90 100 دبر راسك. هذا ينقولوا له مسلك النجدة على اليمين، هاوليك خاوتي باش تشوفوه بيان. فوالا هذا الاحمر غرافي دوك نفهمكم فيه. هذا خاوتي تصيبه في لي زوطوروت بوكو بليس زوطوروت شرق غرب. هذا كيفاش يخدم؟ هذه لي منا زوطوروت، هذه جايه منا زوطوروت. هنايا ادروات تصيب واحد الطلعه، دونك هنايا ماشي كي نطيحو اون بان، كي يروحو هنا لي فران، يقدر يسقسيك، الانجينيور يقدر يسقسيك، يقولك هذا وين نصيبوه، تقول له في لوطوروت وعلاش، ماشي كي نطيحو اون بان، كي يروحو هنا لي فران. نشوفو بلاكه واحده اخرى، ارشاد الشاحنات اللي فوت طولها بلوس كو 10 متر، كتر من 10 مترات، نهضرو بالدارجه خير خاوتي باش تجيكم سهله. هاي التعاود، ارشاد الشاحنات اللي فوت طولها كتر من 10 مترات، هادي انديكاسيون. ولا ارشاد بيرو دانفورماسيون توريستيك، ارشاد مكتب استعلامات سياحيه ولا ارشاد مكتب سياحه. الى سقساكم وقتاش القهوه قولوا له على بعد 50 متر. هنايا ارشاد طريق ذو مسلكين، واحد ممنوع تفوت فيه 90 وواحد ممنوع تفوت فيه 70، كيما لوطوروت فيها 3 فوا، دونك هاد الطريق فيها 2 فوا، واحد ممنوع عليك تفوت فيه 90 وواحد ممنوع عليك تفوت فيه 70. ارشاد للراجلين، ارشاد نقولوا هنا ذوي الاحتياجات الخاصه باش ما تكونش اهانه، دونك انت قول كيما حبيت، انا نقول ارشاد لذوي الاحتياجات الخاصه. ارشاد هاتف عمومي، وليت تلقاو فيه مكتوب اس او اس، هذاك هاتف في النجده خاوتي، هاي تتعاود ارشاد محط الطاكسي ولا ارشاد طاكسي. هذه هي ارشاد ممر سكه حديديه غير محروسه بخط واحد وضوء احمر، كي تصيبوا فيها هنا خط واحد اخر حب يقول عده خطوط. بون في الكتاب ما كاش، انا نهضر على الكتاب تاع الجزائر. ارشاد لي بوس باركينغ تاع السيارات اللي تجر عربه ان كارافان. ارشاد للراجلين، ارشاد بدايه الطريق السريع ولا لوطوروت، هاولك يتعاود باش نحفظوه خاوتي. ارشاد مسلك النجده على اليمين على بعد 2.5 كيلومتر. ارشاد باركينغ للدراجات، هدايا كيفاش نقولو حنايا امباس، ارشاد طريق مسدود بدون مخرج. ما هنايا كي تروح تلقى طريق مغلوقه، تلقى بنيان ولا بوم ما تخرجكش. ارشاد باركينغ وفيلو، تعاود هدية ارشاد ممر سكه حديديه غير محروسه بخط واحد وضوء احمر. كنا شفنا المحروسه هاي ليك قرينا عليها في الحذاري اللي تبعونا من الاول وما على بالهم. ارشاد لوطوروت، ارشاد للراجلين، كاين هادو مالي يجو تقال على لسان نعاودهم لكم باش تحفظوهم. السرعه المنصح بها 70. ارشاد طرامواي ماشي تيريفيريك خاوتي، طرام هو اللي يمشي معنا. ارشاد مسلك النجده على اليمين، ارشاد الشاحنات اللي فوت طولها بلوس كو 10 متر، ارشاد لذوي الاحتياجات الخاصه. هذا باركينغ، واحد خطره واحد قال لي بوليس والله في الكود تضحك. بون ارشاد لي بوس ما نضحكوش عليهم بيس كاع كنا ما نعرفوش، واحد ما زاد معلم. ارشاد طاكسي، هادي واش نقولوا ارشاد حاله الطوارئ. هادي يا خوتي حنا عندنا لو كرواسون روج الهلال الاحمر، هذا الصليب حنا ما نخدموش بها، دونك هنا واش نقولوا ارشاد حاله الطوارئ. مسلك النجده، ارشاد مسلك النجده على اليمين. هادي كيفاش قلنا لازم تعاودوا معايا، ارشاد ممر سكه حديديه غير محروسه بخط واحد، هنا ما فيهاش لمبة حمراء. ارشاد دودانة كبيرة، ارشاد مطعم، ارشاد للراجلين، ارشاد دخول طريق سريع ولا لوطوروت، تقدر تقول ارشاد لوطوروت.
قلت لكم الانجينيور خاوتي ماشي عايش في لاسويس ولا هضر معاه كيما حبيت. المهم دوك رانا في الارشاد ما نقولولوش هادي ممنوع. نعاودوها خاوتي ارشاد حال الطوارئ. الاش هذا باين والله غير خطره واحد قال لي ارشاد هليكوبتر بون يتبع فينا وسمح لنا بون باش نضحكوا شويه هذا ما كان باش نكونوا خفاف عليهم ما نكونوش تقال. ارشاد قلنا اوبيتال باينه مستشفى. ارشاد دودانا كبير. ارشاد لذوي الاحتياجات الخاصه. هذا باركينغ. ارشاد باركينغ. ارشاد لي بوس الحافلات. ارشاد تاكسي. ارشاد غابه سريعه الالتهاب. هذه بزاف يخسروا فيها. هذايا ارشاد طريق خاص بالسيارات. هنايا ما يمشوش لي كاميون ما يمشوش لي فيلو لي بيتون كانك. هنايا هذا مخصص للسيارات. كاين بزاف اللي يقولوا ارشاد تاكسي. تاكسي تجي مكتوبه خاوتي. هذايا ارشاد طريق خاص بالسيارات شفاو عليها جايه تيست نيميرو 17. ومن بعدا كنديروا حصه نعطيكم كاع لي بياج ولي كيسيون اللي يطيحوا بزاف. هذه قريناها في الاجباري. هنا اجباري سير الامام بصح هذه لا لا ارشاد طريق ذو اتجاه واحد هكذا خاوتي سونس يونيك. هنايا هاد التراك كيما نقولوا تدي وما تجيبش. نعطيكم اكزومبل شتو زعما كي تصيبو سونس انتردي منا تلقى هاد البلاكه ولا لوطور تدي وما تجيبش لوطر كوتي يجيب. بون نروحو لهنا ارشاد تاكسي ارشاد للراجلين ارشاد ممر سكه حديديه غير محروسه بخط واحد وضوء احمر. الاخرين خاوتي هادو من بعد نديرو لهم حصه وحدهم باش ما نخلطها لكمش كامل تروحوا وحده وحده. السرعه المنصح بها 70. ارشاد تراماي. ارشاد مسلك النجده على اليمين. ارشاد للشاحنات اللي فوق طولهم اكثر من 10 مترات. خاوتي ما نطولوش عليكم ان شاء الله كنا خفاف عليكم ما طولناش بالبزاف. نشوفوكم في حلقه جديده وبلاكه جديده. يا سلام متهلاو خاوتي في امان الله.